أشار السيد الرئيس اليوم أيضا خلال أعمال الجلسة الرابعة لمنتدى العالمي للتعافي من جائحة كورونا إلى أن محاولة التغلب على تبعات جائحة كورونا لابد أن يكون الإنسان هو محورها الرئيسي، وده أكيد تمام لأنه الإنسان هو المحور الرئيسي فيها، لأنها بالأساس أزمة إنسانية لا صحية فقط، وده حقيقي. إحنا كلنا عشنا مع كورونا أزمات إنسانية مرت على العالم كله، قصص مرت على الأسر، على المجتمع، حالات كتير مختلفة، فبالتالي هو فعلا حالة إنسانية وأيضا اجتماعية واقتصادية أيضا. خلونا نرجع ونتابع ما قاله السيد الرئيس اليوم لنعود ونستكمل معكم باقي التعليق. قد حرصت على أن أشارك معكم اليوم في هذا الحوار المهم حول التعافي من الجائحة ومستقبل النظام الدولي في عالم جديد، آخذ في التشكل أمامنا يوما بعد يوم. فبعد أكثر من عامين على بداية أزمة دولية عصفت بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتجاوزت في تأثيرها أكثر أزمات العالم فداحة، أظنكم ستتفقون معي أن أي محاولات للتغلب على تداعيات تلك الأزمة لابد وأن يكون الإنسان محورها الرئيسي. فلقد كانت جائحة كورونا ولا تزال أزمة إنسانية بوجه عام، لا أزمة صحية فقط أو اقتصادية أو اجتماعية فحسب. ولقد استطاعت مصر تجاوز الكثير من تبعات أزمة كورونا على مدار العامين الماضيين من خلال سياسات مالية واقتصادية واجتماعية أثبتت نجاحها وفعاليتها ونبذل في الوقت الراهن جهودا شهدت لها مختلف الأطراف الدولية، مكنتنا من تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم كافة الصعاب التي واجهناها ولا نزال، وساهمت في إيجاد حالة من الاستقرار والثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وامتصاص الأزمات وتجاوزها. بل واستطاعت مصر أيضا رغم الأزمة أن تنفذ مبادرات طموحة لرفع مستوى معيشة المواطن في الريف والمناطق الأكثر احتياجا من خلال مبادرة حياة كريمة ومد شبكة الضمان الاجتماعي لمئات الآلاف من الأسر من خلال برنامج تكافل وكرامة، مما ساهم في تخفيف عبء الجائحة فضلا عما تبذله مصر من جهود لتعزيز الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي والرقمنه.